السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة مع شاهد جديد على العصر. شاهدنا على العصر في هذه الحلقة والحلقة القادمة اللواء آدم أحمد الحاسي، أحد المشاركين في أول محاولة انقلابية ضد معمر القذافي جرت في شهر ديسمبر من العام 1969. ولد في مدينة قرينة الشحات التاريخية التي أسسها الإغريق قبل 600 عام من الميلاد في شرق ليبيا. تخرج من الكلية العسكرية الملكية في بنغازي عام 1960. شارك في تأسيس مدرسة المشاة في ليبيا عام 1962، وعمل مدرسا بها حتى العام 1967، حيث انتقل آمر سرية في الكلية الملكية العسكرية. وتخرج من تحت يديه بعد ذلك معظم الضباط الذين شاركوا معمر القذافي في انقلابه في الأول من سبتمبر عام 1969. اعتقل مع أكثر من 300 ضابط من كبار ضباط الجيش الليبي بعد نجاح القذافي في انقلابه، وقضى في السجن شهرا ونصف الشهر. أعيد بعدها إلى وزارة الدفاع، حيث شارك مع وزير الدفاع آنذاك آدم الحواس ووزير الداخلية موسى أحمد في محاولتهم الانقلابية الفاشلة ضد القذافي التي جرت في شهر ديسمبر من العام 69. حكموا جميعا وحكم عليه بالسجن المؤبد، حيث قضى في السجن ما يقرب من 20 عاما، وأفرج عنه في العام 1988. نتابع معه في هذه الحلقة والحلقات القادمة شهادته على العصر. سيادة اللواء، مرحبا بك. ليبيا استقلت رسميا عن بريطانيا وفرنسا في 24 ديسمبر عام 51 تحت اسم المملكة الليبية المتحدة. كان يحكمها الملك إدريس السنوسي حتى أطاح به القذافي في انقلابه الذي سنأتي إلى تفاصيله. هل كان في ليبيا جيش مؤهل لحمايتها؟ لا، لم يكن هناك جيش. عندما استقلت ليبيا لم يكن هناك جيش، ولم تكن هناك ليبيا أيضا. ليبيا كانت مدمرة بالكامل، كانت مسرع عمليات الحرب العالمية الثانية، الكر والفر ما بين المحور وما بين الجيش الثامن. فكل المصائب كانت بالذات في المنطقة الشرقية، كانت مدمرة بالكامل. لما استقلت البلاد ما كانش فيها جيش ولا كان فيها شرطة، كان كل شيء مهدم فيها. لكن العهد الجديد وفرحة الناس بالعهد الجديد وبالاستقلال بدأ بمساعدة الأصدقاء، بدأت الأمور تبنى شيئاً فشيئاً وببساطة وببطء. أنت لما دخلت الكلية العسكرية العراقيين هم اللي أسسوا الكلية العسكرية في ليبيا؟ الجيش، أقول لك، الجيش في البداية تكون من الجماعة اللي كانوا في جيش التحرير في مصر، اللي هم أسرى حرب جيش الجراتسياني أثناء الحرب العالمية الثانية. قعدوا في مصر، شكل منهم كتيبة أو كتيبتين مش عارف بالضبط، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وأوفوا البريطانيين بوعود من الملك إدريس بتأسيس إمارة في برقة، يعني تطورت إلى المملكة الليبية. فكانوا هذول حطم حرس هذه على المخازن، على المعسكرات، على كذا البريطانيين، واتفق مع الحلفاء انهم يخشوش المعارك. كان بيحافظ على ابناء، عرفت، فحطوهم حراسات على المعارك. يعني هنا الملك في ذلك الوقت كان يدعم البريطانيين مقابل منح الاستقلال بعد الحرب. نعم، كان في اتصال وثيق، وكانوا يحتموا فيها، يحتموا في رايه، واستجابوا لطلباته. بعض الناس فقط خشوا مع الحلفاء كمرشدين، كأدلاء في الصحاري. كانت تم القضية دي مهمة جدا. بعض منهم فنيين خشوا مع الكتائب الدروع وكتائب المخابرة، هذه اللاسلكي اللي مروا عليه الآن. أما الباقي فكلهم دخلوا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. شكل منهم الجيش وشكلت منهم الشرطة. الجيش في البداية لما شكلوا داروا أساس تدريب في منطقة السوسة. الملك كان معاه فصيل اسموا فيه الحرس الامير. حرس الامير هذا كان هو نواة الجيش باختصار، يعني ده نواة الجيش. هو ما بيش حرس لارني،
انت لما دخلت الكليه العسكريه كان وضعها ايه؟ من اللي درس لك؟ من الذي درس لك في الكليه العسكريه؟ كيف يعني؟ الاساتذتك كانوا ليبيين ولا كانوا؟ لا لا، هذه في المراحل 54 55 56 57، الخمسينات كلها بعثوا دورات، حوالي مجموعة ضباط، 5 6 ضباط للعراق، بعثوا لمصر، تخرجوا رجعوا، وبعدين دزوا 20 واحد يسموا فيها الدفعة العراقية، تخرجت نفس الشيء في 56، تأسست الكلية العسكرية في 57، قبلت أول دفعة الأولى. أنت ثاني دفعة؟ أنا ثاني دفعة، في 58 دخلت أنا. من اللي كانوا في الجيش؟ في الجيش في الأول، أنت بدري سألتني السؤال هذا، في الجيش في بداية تأسيس الجيش كانت البعثة البريطانية هي المشرفة على التدريب. كانت أسلحة الجيش أسلحة قديمة وعتيقة، وتجيك هدايا، عرفت، زي الزبالة عندنا في ليبيا، ما حاش يقبل، لكن ما عندناش حل، ما فيش حل. بعدها بفترة جابوا جنرال الجيش التركي وأصله ليبي، ومن شحاته كان الجاد راسمة، مسك الجيش فترة، ولكن كان في صدام مستمر مع البعثة البريطانية، كان ما يحبش الإنجليز. سافر عدى تركيا، جابوا البعثة العراقية اللي قلت عليها تولى. أيوة. جابوا ضباط، خيرة الضباط الجيش العراقي من اللي قاتلوا في فلسطين، كفاءات عالية، خروجين أركانات كلهم على رأسهم. دول اللي أسسوا الجيش الليبي. هذول اللي أعطونا الأساسات نتاع الجيش الليبي لحد الآن. يعني الجيش الليبي إلى الآن يقوم على القواعد الأساسية للجيش العراقي. بالضبط. الجيش العراقي قواعد الأساسية. والكلية العسكرية في ليبيا أخذت نفس قواعد الكلية الأساسية. الجيش العراقي بريطانية. تدريب. أيوة. بريطاني، كورسات. نعم. بريطانية، طريقة، كل شيء، كل شيء، العقيدة غربية يعني كل. أنت في الوقت ده بريطانيا كان لها قاعدة في 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 برقة. في 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 العدم. نعم. والأمريكان كان لهم قاعدة في معيتيقة في طرابلس. والقاعدة الثالثة كانت في الجنوب للفرنسيين في فزان. الوجود الفرنسي كان ضعيف، مش كيف كقوة الوجود الإنجليزي والوجود الأمريكي. كان ضعيف. ودي يعني قواعد كان كانت بس باعتبارنا قريب، كانت مؤجرة. الجنوب كان قريب من المستعمرات البريطانية الفرنسية. أيوة. تشاد، أفريقيا الوسطى، نيجر، فالأمور كلها حاولت أن تتدخل وتحصل جزء من الغنيمة بعد الحرب، وحبتت أن تكون الغنيمة وين؟ في الجنوب الليبي، فزان نقولوا عليها نحن، فزان كانت ولاية أيام الفيدرالية السابقة. فما طالتش العملية، لما استقلت ليبيا بعد فترة قصيرة وتكاملت البلاد حدودها، أصبحت فزان هذه ليبية صرفة، وأصبحت ضمن المملكة الليبية المتحدة. كان في تيارات سياسية في الجيش في ذلك الوقت؟ الجيش كان متأثر. لما أنت تخرجت منه في 60، الجيش كان متأثر باستمرار بما يدور في المنطقة. قلت لك بدري أن الثقافة، ثقافتنا نحن كلها مركزة على مصر. كنا نقرأ لمصر، الكتاب، الإذاعات، الإعلام كان مؤثر فينا واجد. الحزبية ما كانتش موجودة، وهذا سؤال جيد. احنا ما كانش في بعثيين ولا قوميين. تنقول لك فيه تحت الأرض، ما مش شرعيين، لأن نحن دولة ديمقراطية، هناك مؤسسات، هناك دستور، ونص الدستور على حرية الرأي التعددية، لكن ما طبقتش الامور بالشكل هذا. في 52 53، بعد الاستقلال بسنه تقريبا، قام الملك، وهذا شيء غريب ومستغرب، بناء نعتقد نحن نقوله كشباب في هذاك الوقت، بناء على مشوره من بريطانيا وتوجيه من بريطانيا، بالغاء الاحزاب والغاء الجمعيات. كانت عندنا جمعيه عمر المختار، هذه جمعيه سياسيه وطنيه عندها جرائد وعندها اعضاء وعندها، وتضم الطبقة الصغيرة المتوسطة من مدرسين، من جنود، من شرطة، يعني لغاها الملك، ناس صغيرة ضمهم كلهم من عند تقريبا من خليج سرت لعند مشرق. وكان فيها زعماء، منهم الله يرحمه الأستاذ مصطفى بن عامر، شخصية وطنية رائعة، ومعه مجموعات كبيرة جدا، وكان عندهم جرائد تصدر، جريدة الوطن. هذه المرحلة هذه طلعت وين؟ من الأربعينات قبل الاستقلال. ما هدول الاستقلال في طرابلس كان فيه حوالي 4 أو 5، في حزب المؤتمر، وفي الجمهورية، وفي الدستور، شو اسمه، الاستقلال، وفي
الأحزاب واجدة موجودة تشتغل. هل إلغاء الملك للأحزاب والجماعات أضعف الحياة السياسية في ليبيا؟ نحن الآن نفسر فيهم بالمفهوم الآن أن هناك مؤامرة على ليبيا، ومن قام بها بالمؤامرة هذه قامت بها بريطانيا، لأن أمريكا وبريطانيا دول ديمقراطية، ولكن الديمقراطية في بريطانيا أو في أمريكا، خارجها لا. عرفتني كيف؟ فلو هم مخلصين فعلاً للديمقراطية كانت الحساب موجودة في ليبيا في المنطقة الشرقية والغربية، وكان أولى بهم يشجعوها وتطلع وتغير مسار البلد بالكامل. في محاولة انقلابية جرت في العام 60 ضد الملك، أنت كنت تخرجت من الكلية؟ فيها فيه واحد رئيس الأركان اسمه الله يرحمه الزعيم عميد، يعني الزعيم عميد السنوسري طيوش الله يرحمه، هذا رجل ابن مجاهد كبير من قادة المجاهدين المنطقة الغربية، رجل من قبيلة المغاربة، وكان في مصر مع الملك، ولما جاءوا شكلوا جيش خش مع جماعة، عينوه في جماعة مع جيش مجموعة ضباط، كان رجل أمي هو، ولكن رجل ذكي ورجل شجاع، وقعد بالفترة بعد ما عدوا العراقيين حكيت لك عليهم، عدوا في الانقلاب، لما صار انقلاب تاع عبد الكريم قاسم الملك قال زي ما تقول فكوني من هذول، رجعهم تاني العراق. من مسكوا؟ مسك السيد الطيوش وواحد اسمه جبرين الله يرحمه توفوا كلهم. السيد الطيوش قاعد رئيس أركان، قاعد ماسك المرحلة هذه كلها. احنا كنا نستغرب السنوسي، هذا مشكلة، عدو للخرجين تاع الكليات. هل هو يكره الضباط خريج الكليات لذلك؟ هكي عنده حساسية منهم، احنا ملاحظينها. فجميع الضباط اللي كانوا في ذاك الوقت في مستوى رتبة رائد شوية أخرى رائد، كانوا كلهم نقباء في الجيش الليبي، ما فيش جنرال ما فيش شيء، عارف أمريكا تايب وأمري الوحدات الصغرى دي، كانوا كلهم متحسين بالرجل هذا، وكان يبحث لهم على كمائن ومصائب وحاجة زي هذه تخلص منها. اعتمد في فكرته على ضباط الصف اعتمد عليهم، ضباط شرف نحن نقوله عليهم الآن، يعني اعتمد في انقلابه أن يقوم بانقلابه معتمدا على ضباط الصف وليس ضباط الجيش. ضباط الجيش اللي عنده ضباط جيش، لا عنده ضباط جيش مش خروجين كليات، لا عنده زي 4 أو 5 ضباط كبار مع رتب رائد في ذاك الوقت وحكموا. كيف فشل انقلابهم؟ فشلوا ضباط. أنتوا اللي أفشلتوه؟ شاركت في إفشاله؟ احنا عارفين اهدافه ومراميه، وصارت زي اتفاق عام ما بين الضباط الخروجين في اتصال. نحن عندنا الحركه موجوده في المعسكرات، ونخشوا نحكوا ببعضنا، نهدرزوا ونناقشوا، ما فيش الرقابه الامنيه اللي تو موجوده، وما فيش بخل، في حريه يا ربي. فيناقشوا الطيش بيدير الحركه كذا ولا، فاتفقوا ان ما ينجحش هذا، لان كان نجاح راح يضرنا، صحيح راح يضر الجمهوريه. احنا كنا مش عارف الوقت هذا كانت الجمهورية هي التقدم، هي يعني في مفهوم غريب بالكل، يعني عرفت. فيبوا إعلان جمهورية راح يمسك لطيوش هذا، ولطيوش نحن عارفين إن اتجاهها غربي. أمريكا كانت وراء، وضباط الجيش في هذاك الوقت أغلبهم اتجاه وحدوي قومي ناصري. أمريكا كانت بتلعب دور في الموضوع الفترة اللي صار فيها نوع من المغازلة، كانت سائدة في أمريكا اللاتينية طريقة غريبة بالكلية، هي تعيين الجنرالات من أمريكا اللاتينية باش يخدموا مصالح الكارتلات الضخمة الأمريكية هذه، فإذا كان ما خدموش مصالحهم يحيدوهم، صارت عملية الجنرالات لأمريكا اللاتينية معروفة هذه. كنا نعتقد أن هي واحدة من المحاولات، فشلت العملية، فشلوها بطريقة سلمية وبسيطة. قلت اللي بيقوم بالحركة كانوا عارفين، فشوا عجل السيارات، أعطوا جنود إجازات، أعطوا الضباط اللي هني وراقبوا الأمر، جاي بينفذ حركة ما لقيش باش ينفذها. عرفت الجنود اللي بيركبوا في عجلة سيارات ما لقوش سيارات. المهم قبض عليهم، لعب فيها الضباط عبد الشلحي، بلغ بها لأنه كان قريب من الملك، اعتبره بالملك. هل دي اللي قربت الشلحي من الملك لحد النهاية؟ لا هو لا قريب من يومه، هو الابن ابن ابن روحي. لكن كان يقال يعني عبد العزيز الشلحي كان هو كل شيء بالنسبة للملك، بالنسبة للجيش، كل شيء حقيقة. الرجل جابوا لنا في السجن، قاعد معنا في السجن،
هذيك الصورة وراك البعبع يعني الشلحي رجل من فضل على الإقدامي، رجل جندل، رجل شجاع، رجل مثقف، كل ذنبه أنه هو أمر روحي للملك، نبوه خاتم الملك. وطبعا كانوا في عهد الشلحي معروفين القصة بتاعهم. فشلت الحركة وعلجت بطريقة غريبة بالكل، مش كيف الطرق اللي توا. السلسلة الطيوش طلعوه من الجيش، حطوه وزير مواصلات وهو قائد انقلاب. وكان في القلاب. طبعا بسكوش حطوه في قفص، ما قفص عرفوا انه فلان، ففيه طريقة دبلوماسية يعني. حطوه وزير انقلاب، الباقي اخذوه 4-5 ضباط رئيسيين وحكموه بسنتين او ثلاثة، وما قعدوش حتى سنة في السجن. لكن ما عادش دخلوا الجيش. انت اسست، شاركت في تأسيس مدرسة المشاة سنة 62 وبقيت فيها الى السنة 67. ايه نوعية الطلبة اللي كانوا عندك؟ ضباط وضباط صف. مين اشهر الضباط اللي تخرجوا من تحت ايديك وعرفوا بعد ذلك؟ الدورات هذه تنظمها مديرية التدريب من رئاسة أركان، فكانت تجينا مجموعات، هم يجيبوا لنا اعداد معينة، اسماء معينة، ما في مش هذيك الضباط كلهم كبعضهم. المواضيع المعروضة عليهم اللي راح يدرسوه يدربوا عليه، اذا كان هي فيها تدريب وتكتيكات وتعبية وحاجة زي هذه، كانت معروفة عندنا وثابتة ومنهج ثابت. فاللي يجي مرة ياخذ المعلومات هذين ويطلع يدرب تدريب ويطلع، انعاش يسموه فيه ريفرشمنت، زي الانعاش بالنسبة لهم. وفي اللي ما عندهش فكرة على الموضوع بالكل، نظرة وين كان ضابط جايبيننا وين يخش ياخذ دوره ويتدرب ويطلع. كان في إقبال كبير من الليبيين على الدخول للكلية العسكرية والمدرسة؟ في إقبال، كان في إقبال، حتى الجنود كان في إقبال. تعرف باش تقعد جندي في الجيش توسط، مرات يوسطوا في والي برقة عشان يدخل جندي، باش يخش جندي، جيب هلا وعشيرته وجده ويستجدوا، نبو ولدنا يخش الجيش، نبو كذا. وراك يخش الجيش يتعب. ليش؟ لأن راح يخطوه بعدين التدريب، يحطوه في فزن، يحطوه في منطقة الغربية آلاف الكيلومترات عليها لا. لكن يبو الجيش، ناس كانت فقيرة، ما فيش مصادر عمل، ما فيش، الوضع كان اقتصادي صعب. الوضع السياسي أيضا، الوضع السياسي في ليبيا في الستينيات كان مذريا إلى حد كبير. رؤساء الحكومات يتبدلوا، محمد عثمان الصدر رئيس الحكومة كاتب في مذكراته، وكذلك مصطفى بن حليم، أنا سجلت معه شاهد على العصر. في ملاحظة صغيرة تدخل في الموضوع هذا، لما استقلت ليبيا ما كانش فيها مثقفين، ما كانش فيها خريجين، صارت حاجتين نحن نرقبوا فيه عندنا، كنا طالب 14-15 سنة، كنا واعيين، في نضج مبكر عندنا. الجماعة اللي خدموا مع الطليان خدموا في الثورة، خدموا في المملكة. الآن كيف العهد الأول المباد تخدم فيه ما تخدم فيه، حطه في السجن حطه، خدموا مع الطليان، موظفين في الإدارات، مدراء ناحية. نعم. منهم حسين مازق، هذا كان مدير ناحية في سوسة، حسين مازق ولي بقى. كثيرين استفادت منهم، النظام استفاد منهم، الملك استفاد منهم، باعتبارهم يقروا يكتبوا، عندهم معلومات على الإدارة. نعم. يبي يأسوا إدارة بلاد جديدة، تكوين سياسي جديد، عرفت؟ هذا الموضوع. باهي جول وزراء، حطوا مستشارين إنجليز في كل وزارة، جول شيوخ القبائل. المعروف أن شيوخ القبائل معروفين بالحكمة وبالخبرة وبسعة الصدر وحل المشاكل، حطوهم وزراء، حطوهم في النواب، قعدوا يحلوا في المشاكل اللي تواجه الإنسان الليبي بعقلية متمدنة، بعقلية واحد دكتور، بعقلية اثنين. كان في مشاكل، كان في حجزات، كان في ثارات، كان في حاجات الأمنية كلها كانت دور، ومشاكل البلاد كانت من حل. فقعدوا هذول لغاية ما بدأت الدولة تخرج في خرجين. الستينات بدأ الجامعة تعطي مفعولة، الطلب اللي برا بدوا يرجعوا. تمام. وبدأوا ياخذوا في، يحتلوا في مناصب في الدولة. وصلوا في الستينات، بداية الستينات يعني تقريبا، بدأوا يصلوا إلى مدير إدارة خريج من جامعة مصر أو من الجامعة الليبية. شيئا فشيئا راحوا الجضاء، وبدأ الجيل يستلم. 18 سنة في انقلاب القذافي، 18 سنة تكونت فيها خبرات في الجيش وفي الإدارة المدنية. نعم. القذافي لما دار الانقلاب حتم كلهم حوالي 300 ضابط. انا لسه ما جيتش للانقلاب، لكن انا بكلمك عن الصراع السياسي والتغير الدائم في الحكومات. كشف الصراع السياسي في الفتره هذيك بعد الغاء الاحزاب، وقف جامعه عم مختار،
توقف الاحزاب لفتره. كان في يعني انا لما قرات مذكرات بن حليم ومذكرات وبن حليم سجلت معاه شهاده العصر يعني. ومذكرات محمد عثمان الصيد فتره 65 و64 و66 كانت دايما فيها احتكاكات ومخاض سياسي وصراع في البرلمان وتغيير في الحكومات والملك كان سائم من هذه الامور والوضع كان منعكس على الناس. صحيح صحيح كان في احتقان. هل ده كان انعكس عليكم في الجيش؟ نعم نعم. وهذا ادى الى غضب في الجيش؟ نعم. ورغبه في تغيير النظام؟ نعم ورغبه في التغيير. طيب لان في عوامل معينه نحن ننظر لها. ما هي؟ الجيش مجتمع صغير بروحه منفرد. العراق السياسي موجود في مجالات اخرى. نحن داخل الجيش جيش ضعيف مسلح تسليح ضعيف جيش الدولة مش دارت لأي اهتمام اطلاقا. كانت جل اهتمام الدولة على قوة أسمى القوى المتحركة. القوى المتحركة أسستها الدولة كنقيض للجيش فأهملوا الجيش واهتموا بالقوى المتحركة اللي هي الحرس الأميري. لا 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 قوة متحركة. إيه القوى المتحركة؟ قوة متحركة هذه قوة تبع الشرطة تبع وزارة الداخلية. رئيس واحد اسمه الزعيم الله يرحمه سنوس الفزاني هذه مهمتها قمع المظاهرات. توا في الستينات بدات الوعي ينتشر بدات التململ بدا وخاصه في قطاع الطلبه. في 64 قامت مظاهرات طلابيه في بنغازي وقتل فيها واحد جرحوا فيها. قامت القوى المتحركه بدور البطل في العمليه كلها هذه. كان الاهتمام بالشرطه من اجل القمع. نعم. وليس الجيش من اجل حمايه البلاد. كانت اجود اكثر جوده واكثر حداثه من اسلحه الجيش الليبي. الليبي داخل الجيش كنا نحس بمرارة وجود القواعد. كنا نغير القواعد قواعد الأمريكية يعني والبريطانية داخل الجيش كنا نحس بمرارة. نكوص ليبيا عن لعب دور أساسي في المعركة العربية القائمة مع إسرائيل والإمبريالية. ما كانش واحد ما تنبيها بالكل يعني. احنا ما موجودين في الصورة بالكل ولا حتى وزرائنا وموظفينا ما كانش خاشين في الصراع القائم في الستينات اللي أدى إلى النكسة. احنا كنا شعب واعي شعب ليبي واعي من يحط صورة عبد الناصر في المربوعة من يصنش نشرب. فكنا واعيين مع الحدث انباتوا للدولة لقوها سلبية تماما الوقت. هل بناء على هذا الوضع نشأت حركات سياسية أو حركات سرية داخل الجيش؟ بدت في أي سنة؟ حركة قوميين بدت، حركة النصرية قاعدة، حركة حزب البعث قائم جوا الجيش. لا فيه افراد برا وجوا. برا وجوا مش قوت في الجيش. لا انت دعيت للانضمام الى اي حركه من دي؟ من انت؟ لا نحن كنا التوجه العربي هذا المشروع القومي العربي هذا واللي ملكنا وخلص يعني. انت دخلت اي تنظيم سر جوا الجيش؟ دخلت. متى؟ بعد فشل حركه الطيوش 60 اجتمعنا مجموعه من الضباط. مين كان معاك؟ على رسم حلقة الوصل الأساسية الله يرحمه جبل مطر. هذا الشخصية قتل القذافي بعدين في السجن وسلمت مصر جبل مطر زوي. فهذا جاء اتصل بنا وكان مبعوث من ناس معين ضباط كويسين نحن نعرفهم وقال نحن ضروري نديروا تنظيم وطني يخدم بدأب وطنية يحرر البلد من القواعد يسلح الجيش التنمية الشعارات هذه كلها. احنا كنا معه على طول الخط وقال احنا ضروري ندروه. ليش؟ لانه للطيوش يعني بالسخرية هذه انه يدير تنظيم ويدير كذا ويحاول. ونحن الضباط خرجين كليات مجموعات كبيرة قعدت كليات تطلع وكليات تطلع وجوا من برا وطلع فاصبح مجموعة كبيرة فضروري ندير التنظيم هذا. كان هدفكم الانقلاب؟ كان هدفنا نعمل انقلاب لكن قادتنا ما يبوش انقلاب قادة التنظيم. ماذا يريدون؟ في البداية كانوا متحمسين للانقلاب على الملك. كانوا متحمسين لأنهم اللي ضمنوا الانقلاب. ما حدش مدة الانقلاب فكانوا زي ما تقول اختيار العناصر وحاجة زي هذه. بعدين في 64 و65 صار نوع من لا جدية في الموضوع. ما عادش تموا جدين في الموضوع. نحن ضباط صغار كنا نتوقع أن كل شهر كل فترة معينة جنا منشورات جنا اجتماعات ما كانش في حاجة من دي؟ استغربنا كيف يعني جمعنا مجموعات وقلنا كيف القصة؟ يعني قعدتوا 5 سنين
ترتبوا للانقلاب ولم يتم؟ ولم يحدث. وأنا أقول لك على حاجة مهمة جداً، 67 هو انحل التنظيم هذا في 67، اتحل في 67، بعد 67 انحل، لأن بح ما عادش فيه، ما فيش الشخصيات الموجودة استفادت. كيف استفادت؟ جت فترة خصصوا سيارات للقادة الكتائب، وزادوا علاوات، زادوا رواتب، وبدأت الأمور حتى لما تناقش مع واحد يقول لك والله نحن نقعد نطور الراجل نين يموت الملك، وبعد يموت الملك الراجل ولي العهد هل هو كويس ولا مش كويس، ودرك الأمور لا موكي. هذه شكرا على الموضوع هذا، السلام عليكم. ما شكلتوش تنظيم ثاني؟ 67 شكلنا تنظيم، لكن ما كانش، كان فترة ضيقة، قطعها القذافي، انتصرها القذافي، انتصرها القذافي. بعد 67 شوف الفرصة، في 67 كان الجيش ماسك البلاد كلها، ما كانش في حكومة، ما كانش في رئيس أركان، نائب رئيس أركان هو اللي ماسك البلاد، والبلاد فاضية والشعب مضرب، مظاهرات نكسة مش عادية، مش عادية. الشعب الليبي، انتوا كيف أثر النكسة عليكم في الجيش؟ تأثير رهيب، احباطات، احباطات. لكن نقول كل في اتفاق على شيء واحد، ان نحن املنا في التغيير. دور ليبيا كان دور سلبي بالكامل، شاركت في معركة ولا شاركت في شيء، في حرب 67 ما درس شيء طاقة، ما تقولش نحن بال محمد عثمان الصيد رئيس الحكومة الأسبق في عهد الملك في مذكراته صفحة 288 يقول: إن الليبيين المرتبطين بحركة القوميين العرب قتلوا عائلات يهودية ليبية بأكملها، وهجروا وطردوا إلى إيطاليا، حرقت متاجر الأجانب وبيوتهم، وغضب الملك من هذه التصرفات غضبا شديدا. هل ده حدث بعد الهزيمة، غضب من الشعب أدى إلى هذه الأشياء؟ والله مش ما تبعتهاش أنت؟ لا ما تبعش الموضوع هذا، لكن جوه الجيش إيه اللي حصل؟ قول لي جوه الجيش إيه اللي حصل؟ داخل الجيش في 67 كان الجيش ماسك الشوارع وماسك المصارف وماسك محطات البنزين وماسك كل حاجة. لو فيه تنظيم سواء القذافي ولا نحن ولا غيره، تنظيم عامل وجاد، يطلع واحد بورقة بيان ويمشي الإذاعة عليها جنديين من الجيش يلقي بيان. لكن ما كانش في حد مستعد. أنا بنثبت لك أن لكن ما في حد. كان في أكتر من تنظيم في الجيش في ذلك الوقت. كلام يا رجل، كلام، كلام فقط، كلام. لكن كتنظيم فعلي ما كانش فيه، في ناس ما كانش جدة في الموضوع بالكل. لكن القذافي اتخرج في 66، امتى بدأ يشكل تنظيم؟ كان غفل، ما كانش معروف. انت امتى اول مرة سمعت به؟ انا سمعت عليه حقيقة في حفلة في معسكر كريونس. متى كان؟ قبل الانقلاب حوالي سنة، كي سنة، يعني هنقول سنة 68 تقريبا. سمعت عنه ايه؟ ما سمعتش معنا، كانت في حفله عامه دايرينها للمعسكر غادي، ويدعو ضباط بعضهم غادي، وكان هو موجود، وكان رجل عايشين عليه ملازمين، لانه هو ملك الملازمين، يعني يعرف كيف يستحوذ على عقلياتهم وعلينا. انت كانت رتبتك رائد في ذلك الوقت؟ انا رائد، رائد. لم تدع من قبل القذافي للمشاركه معه في الانقلاب؟ لا والله، في مغازله صارت لكن رفضتها. مين اللي غزلك؟ واحد اسمه عطية الكاسح. ماذا قال لك؟ لا جاء قال عندنا حفلة وضباط ملازمين، أنا كنت ضبطها من عامرها. أنت ضبطهم؟ مش غريب يعني عليهم، تعال معنا احضر الحفلة بتاعنا هوني. فأنا احتضر، قلت له أنا عندي شوي شغل وكذا، ما نبيش بشي. ما كنتش عارف في ذاك الوقت شو بيصير، لكن ثريت نوع من المغازلة، فهمت؟ أنت لما كنت آمر سرية أستاذ للتكتيك في الكلية العسكرية، تخرج من تحت يديك 5 دفعات من الضباط، معظم هؤلاء الضباط شاركوا القذافي في انقلابه، صح؟ كثير منهم، كثير. دفعة الثامنة، دفعته هو شوي، 10 بس تقريبا أو 12. هو أنت ما درستلوش؟ لا أنا كنت نجي انتداب للتمارين التعبوية، التمارين الفعلية الواقع، كنت نجيهم نقعد 3-4 أيام معهم، أنا المادة هذه خاصة بي، أنا عرفت. فما نشوفش فيه، هو طالب عادي، مش زي وزي غيره، يعني مش متميز، ما في شيء حاجة. مش مين تذكر من الطلبة اللي تخرجوا من تحت إيديك وشاركوا في الانقلاب بشكل أساسي؟ يا سيدي، هو اعتمد على الدفعة الثامنة،
مين كان في الدفعة الثامنة؟ احتمل على الدفعة الثامنة، كان في عمر المحشي، كان في عبد الرحمن الصيد الدفعة الثامنة، كان فيها سليم الحجاجي، كان فيها محمد التومي، كان فيها حفتر، كان فيها الشريف حفتر حتى اللي هو الحالي نعم كل الدفعة الثامنة، كان فيها المقريف محمد ومزغة الثورة نعم حوالي 29 28 ضابط. هذول هم كل دول كانوا تلامذتك عن طريقهم اتصل بالدفعات الاخرى، عاونوه ساعدوه ووقفوا معاه موقف كبير جدا. الدفعه اللي نفذت الدفعه 10 التاسعه، بعض من الدفعه التاسعه ما مش باينين في الصوره، لكن الدفعه 10 بالكامل حوالي 75 ضابط، الدفعه 11 حوالي 70 حتى هم كل دول درست لهم انت، لاني لقيتهم حتى في المكانات في الحراسات وفي المواقع وفي كل دول درست لهم انت؟ اه طبعا عندنا الدفعه 12 انا قاعد فيها، عند الدفعه 12. انت في اول سبتمبر كنت فين؟ اول سبتمبر كنت جاي لطرابلس باش نستلم الدفعه 13. كان في موعد هنا الكشف والمعاينه واختيار طلبه الدفعه 13. صار الانقلاب يوم الاثنين، انا يوم الاثنين كان عندي موعد مع الطلبه. شفنا الدنيا طالعه وحركه الجيش في الشارع وفي الهنا. عرفنا ان في حركه من عليها ما حدش يعرف. نحن عندنا ضباط في التنظيم السابق، واحد منهم دايره بدون ما نعرفه، نحن مش معروف. قعدنا نطلب الاخبار بشوي بشوي جت الاخبار. قعدنا انت رحت الكليه؟ في معسكر الفرناج؟ رحت الكلية ولا المعسكر كنت؟ لا أنا قاعد في طرابلس مركز في معسكر الفرناج. كنت جاي بناخذ طلبة، بنستلم طلبة ومواجهات ومقابلة وحاجة زي هذه، اختيار الدفعة 13. أنتوا كنتوا هتختاروا طلبة جدد، يعني أنت الآن كنتوا هتختاروا طلبة جدد يدخلوا الكلية العسكرية. دفعة 13 دفعة جديدة طبعاً، بعدين ما صارش منها. بعدين قعدنا اعتقال ساكنة في الساكنة، جات أوامر قالوا ما تحركوا شيء، بعدها لمونا كلنا حطونا في المعسكر العزيزية ضباط حوالي 300 ضابط ما بين عقيد ورائد ومقدم. هم الآن اللي قاموا بالانقلاب كانوا ملازمين، فكل الرتب من أول رائد إلى أعلى بالضبط دخلوا إلى السجن. أعلى رتبة عندهم رائد نقيب، نقيب كان مين؟ أكدوا نقيب. كان مين أعلى رتبة؟ كان في واحد معاهم لكن مش من الحركه، لكن نقيب هم نقباء كلهم. نقباء كلهم، خروبي كان نقيب، القذافي المفروض يكون نقيب، كان مؤخر جدوله لان سحل جندي، جندي معاقبه جرب سياره على المعسكر عرفت، فصار له محكمه عسكريه اخروه جدول. بس الرجل اللي حكمه قعد 5 سنين في السجن، عقيد حكم في المحكمه العسكريه الدائمه قعد 5 سنين في السجن لان حكم القذافي اللي سحل جندي، عارف معنى السحل؟ قروا على في حبل كرب سياره اند روفر. يعني حاجه قعدنا في الاعتقال الثاكنه فتره حول المعسكر العزيزيه، بعدها طلعوني زي ما قلت لك. طيب الان بعد قيام القذافي بانقلابه في الاول من سبتمبر، بالنسبه اليكم انتم ضباط الجيش، كل الضباط اللي برتبه رائد فما فوق كنتوا حوالي 300 ضابط، قبض عليكم واودعتم السجن. صح صح. كان هدف القذافي ايه من القبض عليكم؟ لا هي مساله اقليميه، هو يقول صح ان الجنود ما يطيعوش الاوامر الا اوامر هو والرتب اللي في تساوي معه. احنا رتب ممكن ناثر في الضباط. لو قعدنا في الخدمه ناثر في الضباط، أترف الوحدات، فهذا خطر على الانقلاب متاعه. لكن لو كان يسيد هو يدير حتى ضبط الصف، بس مش حتى ضبط ما بيمشي. هل القذافي كان منظم لدرجة أنه يلم كل قيادات الجيش 300 ضابط وحطهم؟ كان يشتغل، كان يشتغل وكان متحمس وكان جاد، متميز بجد، وهذا رجل ذكي، لكن ذكاء شراني يعني، رجل ذكي كان يتصل، كان يدير في سلوكيات غريبة بالكت. ونحن ليش زي إيه؟ زي إيه قولي؟ سلوكيات غريبة زي إيه؟ القذافي كان يكحل في عيونه، كان يموت في شو اسمه في مر عليه مر يوطي عيونه، كان يعني عنده تصرفات شاذه، وكان يعتبر في نفسه قديس وسط الضباط. واحد من الضباط قال لي انا هذا قديس،
كنتوا في السجن؟ نحن داخل السجن؟ تكلموا. كنتوا بتقولوا ايه؟ كل قيادات الجيش في السجن كنتوا بتقولوا لبعض ايه؟ بيحكوا غير منظمة. ملازم ضحك عليكم ومسك البلد؟ كلمة تنظيم مش سهلة. انت لما تقعد منظم في اطار حزب او في اطار تنظيم معين ومسيطر ومنضبط فيه ممكن تدير اي حاجة. لكن لما تقعد الامور مفلوتة بالشكل هذا 300 ضابط ما فيش واحد ما فيش واحد مع واحد. كل واحد بيطلع كل واحد ما فيش حاجة في رؤوسهم يا رجل ما فيش. وحتى اللي عنده حاجة في رأسه صار له إحباط من الموقف اللي صار برا. يبوا بداية من جديد بتخش مجموعة جديدة ناشطة من جديد تشتغل من جديد. والمسألة مش مسألة سنة أو اثنين أو ثلاثة. لا أنتوا الآن ككبار ضباط الجيش الليبي لما فوجئتم بأن في ملازم عمل انقلاب ومسك البلد وانتوا في السجن. هو اللي سجننا. هو اللي سجننا مش نحن في السجن. ليش نحن في السجن؟ هو سجن. هو سجننا. عنده أوامر من الشرطة العسكرية لأعضاء مجلس قيادة الثورة شكل مجلس قيادة الثورة وهكذا. خاصة بعيسة الأمور اسمها مشروع. كل تفكيركم أنكم بس تخرجوا من السجن. وهذه هي ما فيش غير هيك. ما فيش مجموعة منظمة تقوم بمقاومة تقوم بحركة. ما فكرتوش تديروا انقلاب عليه وانتوا جوه السجن؟ لا بعد طلعنا. بعد ما طلعت. لكن في السجن مش ظرفة بكل. طيب. لا مش ظرفة. الآن مصطفى بن حليم يقول وأكثر من واحد من السياسيين القدامى لو رجع الملك من اليونان. الملك كان في اليونان. لو رجع الملك من اليونان لأدى معظم هؤلاء الضباط له التحية وفشل الانقلاب. والله إذا قول هو رأي يعني مجرد رأي. لكن من يقول الملك كان ضعيف؟ الملك ما كانش يريد الملك. الملك رجل طيب رجل تقي رجل ورع. ترك الأمور كلها وزمام السلطة في أيدي مجموعة معينة اللي أفسدت. وظروف ليبيا الخاصة خاصة قبل ظهور النفط حتى هي ساعدت. الملك ما كانش يريد يقعد ملك إطلاقا في آخر عمره في آخر الستينات. يعني طالع كان بيسلم الولي العهد. جماعتنا نحن اللي قالوا نحن لو كان يمسك ولي العهد نشوفه يبقى في ارتباطات مع ولي العهد. شفت اللعبة اللي نعم. هذه اللي وبالتالي هذا أكبر تنظيم. أكبر تنظيم يضم مجموعات كبيرة جدا من خروجين دفعتنا الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. لكن التنظيم ده انتفع من المكاسب اللي أخذوها وخلاص. ما كان جدي. طيب بعد ما خرجتم من طبعا القذافي سجن السياسيين كمان كلهم مش انتوا بس الضباط. كل السياسيين الكبار سجنوا. حوالي يقال ان العدد اللي كنت سامعينه في البدايه 3000 واحد بعدين طلع منهم جميعا 3000 واحد موظف. جميع الخبرات الليبيه اللي تكونت جميع كبار موظفي الدوله كانوا 3000. الخبرات الليبيه اللي تكونت من الاستقلال لعند 69 كلها دخلت السجن. خبرات جيده تكونت في الجيش وفي الاداره. ادخلت جميعها السجن. كل قعدت البلاد بدون اداره بدون قياده. قعد ملازم صغير يمسك كتيبه ومش عارف رسم كان فيها. انقلبت الامور عرفت كيف. وقعد الرتب الصغيره شيخ على الرتب الكبيره مثلا نائب عريف يمكن يصدر اوامر الرئيس عرفاء او ملازم عقيد يقعد لا شيء. وملاحظ هذه نريتها حتى في مصر لما جوا ضباط مصريه غادي عندنا في 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 معسكر البركه لما عينوني في وزاره الدفاع البعثه المصريه كبيره 150 ضابط كان فيها واحد مقدم اسمه صلاح السعدني راجل ما عنده شيء كفاءة إلا أن نرى المخابرات حرس الجمهوري جابوه على رأس البعثة المصرية تحت مقدمين تحت عقداء تحت عمدة. قلت لهم كيف القصة وانتوا كم 18 سنة احنا هو بدينا بيها توه ريت العملية متواصلة. الآن أنت بعد ما خرجت بعد شهر ونص من السجن قعدت أسبوعين في بيتك وبعدين استدعيت للعودة إلى القوات نعم. المسلحة نعم. مين اللي طلبك ترجع؟ المقريف الله يرحمه محمد المقريف. محمد المقريف أبو مجلس الثورة. محمد المقريف قتل في سنة في حادث في سنة 71 تقريبا 72 71 71. ومحمد المقريف كان أحد أبطال الضباط الأحرار.
هو كان حادث سيارة قيل إن القذافي وتخلص منه. حوادث صاراً وجدت صور ذيك الفترة. ضباط وجدين راحوا بحوادث السيارات. طبعاً أشياء متعمدة معروفة يعني. محمد المقريف كان تلميذك. كان تلميذك في الكلية العسكرية. نعم حسابنا هو. هو طلبك ترجع الجيش. نعم. أو توسط لك هو في الرجوع. مع العطية الكاسح. كانوا مبعوثين هم متفقين في مشكلة الثورة مع القذافي اني ضروري نرجع لانه ما بديش يدير اي حاجه بروحه. كم واحد من الضباط الكبار رجعوا في ذلك الوقت؟ انا واحد اخر بس. فقط انتوا اثنين؟ نعم. اللي رجعتوا الجيش؟ رواد يعني مش كبار. رتب رواد. كان وزير الدفاع كان مقدم؟ كان مقدم الله يرحمه يادم الحواس. وموسى احمد كان وزير الداخليه؟ كان وزير الداخليه. دول اثنين من ضباط الجيش. نعم. رتبه اعلى من رتبه يعني الان نقول ان في اربع ضباط فقط اللي رجعوا من كبار الضباط. انتوا اثنين رواد وهم اثنين مقدمين. نعم مقدمين. واحد بقى وزير الدفاع واحد وزير الداخليه. ايوه. طبعا هي مش التعيين ما كانش زي ما تصور نمسكوه حطوه خلاص. موسى احمد راجل لعب دور رئيسي في المنطقه الشرقيه. قاد الانقلاب القوات اللي تحركت منطقة الشرقية قادها موسى أحمد والفضل في نجاح المنطقة الانقلاب في المنطقة الشرقية الجبل الأخضر هو وكان هو يبي يروح عضو في مسكة الثورة أبعدوه رغم أنه مقدم. نعم أبعدوه من عضوية مسكة الثورة أزعله. صارت فيه خصومات مع المعيشي صارت فيه خصومات مع الصخرين واستقال كذا مرة وجه ضباط اللي قلت لك عليهم بدري مجموعة من الضباط الكويسين اللي شاركوا في الانقلاب تاع القذافي وناس وطنيين قالوا له خليك قاعد تو نصحح الموضوع وخليك قاعد انت راجل لك دور راجل تاريخي ومعروف عند الناس عنده شعبية كبيرة جدا. يادم الحواس بالمثل نفس الشيء قالوا احنا يادم الحواس مش منا ضبط يادم الحواس كيف وقدم معاه في قريونس معسكر قريونس ويجوا حطوه وزير دفاع وبعدين يقول انت لا مش منا لأنه كتب كتابات في جريدة الجندي على المنظور متاعه في الوحدة ضد الوحدة الفورية ومع الوحدة المرحلية ومع فالناس حباته ومشت معاه اكتسب شعبية كبيرة جدا حقدوا عليه لأنه عنده شعبية كبيرة جدا هذا الحواس. والله نتذكر في الاحتقال لما احتقلنا لسه هجيلك أنتوا الآن كثير من الضباط الذين شاركوا القذافي انقلابه شعروا بأن القذافي انحرف بالضبط. من البداية بالضبط. وبدأوا يخططوا الانقلاب ضده بالضبط. ودعوك للمشاركة في هذا بالضبط. الانقلاب وأنت بالضبط. انضميت لهم. نعم. كان معكم أيضا وزير الدفاع وكان معكم وزير الداخلية. نعم. وخططتم لأول انقلاب لأول محاولة انقلاب نعم. ضد القذافي نعم. وكان من المقرر أن تحدث يوم 27 رمضان موافق في النصف أو منتصف في النصف الثاني من شهر ديسمبر سنة 69. فشلت المحاولة الانقلابية. في الحلقة القادمة أبدأ معك من المحاولة الانقلابية الأولى الفاشلة التي جرت إن شاء الله ضد معمر القذافي. شكرا جزيلا لك. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة اللواء آدم أحمد الحاسي الذي كان أحد المشاركين في أول محاولة انقلابية ضد معمر القذافي. في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.